الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر عافاني الله وإياكم منها، قال: الكبيرة 29 المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. قال: صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له أو المحلل له، رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي. ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله أن يعذره ويسامحه. هنا بيّن رحمه الله تعالى أن من الكبائر المحلل، والمحلل هو الذي يحلل زوجة لزوجها بعد أن بت طلاقها وخرجت من عصمته بعد الطلقة الثالثة. وتعلمون أنه قد بيّن الله عز وجل أن الطلاق الذي فيه الإرجاع مرتان، قال سبحانه: الطلاق مرتان، والمقصود بمرتين هنا يعني الذي يكون فيه رجعة. الطلاق مرتان أي ما يكون به الرجعة، وأما ما لم يكن به الرجعة وهي الثالثة فإنه لا يجوز لها أن تعود إليه وأن يعود إليها إلا إذا تزوجت غيره بدون اتفاق بينهم ليحللها لزوجها الأول، وهذا يسمى عند الفقهاء التيس المستعار، التيس المستعار الذي يحلل الزوجة لزوجها، وهذا حرام، وهذا فيه تحايل على الشرع، وهذا من فعل من يعني عنده ضعف في إيمانه، لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم على من قد لعنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محرم. والذي يعني يحللها لزوجها الأول أنها لو تزوجت ثم يعني طلقت يوما من الأيام فإنها يعني يجوز لها أن تعود لزوجها، يجوز لها أن تعود لزوجها إذا أرادت ذلك، ولكن لا بد من زواج ولا بد من وطء، لأنه لا يكفي العقد. وتعلمون أن يعني أن هذا هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة رفاعة أرادت أن ترجع لزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا يدل على أنه لا يجوز الرجوع بالعقد، يعني لو أنها لو عقد عليها رجل بعد طلاق الزوج لها الأول وخروجها منه البتة، فإنه وعقد عليها آخر فأراد أن يرجعها الأول بعد أن طلقت، فهذا لا يجوز، لا بد من الوطء، يعني لا بد من أن يكون دخل عليها الثاني، لا بد أن يكون دخل عليها الثاني. نعم، وهذا بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لامرأة رفاعة، قال: لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. نعم، كناية على الوطء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، Honorable Sheikh Sheikh Abu Abdullah Abdul Rahman, may Islam and preserve him and protect him for us. He started with praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending the peace and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala unto the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And furthermore, he said that Imam al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah says in his book, Al-Kabair, under the major sins, under the 29th major sin, and he mentioned the hadith of Ibn Mas'ud radiyallahu anhumah. And the other rahimahullah
he mentioned this major sin, and it is regarding one who divorces his wife a third time. Allah subhanahu wa ta'ala told us in the meaning of the ayah that divorce is twice, meaning divorce in which one can return and return his wife, and she is after divorcing her, he can return her for twice. After the third time, she is no longer permissible for him to return him, unless she gets married to someone other than him, and without them being in agreement that she is going to get married for someone else, and so that he would divorce her later, and then her previous husband would get married to her. And this is this major sin that the author rahimahullah mentioned. العلماء يقولون لا بد من نكاح رغبة قاصدا دوام عشرتها, هذا لا بد منه, وإلا كان داخلا في اللعن. لا بد من نكاح رغبة وأن يكون قاصدا دوام عشرتها, وإلا دخل في زواج المحرم. So the people of knowledge, they say, as our Shaykh Abdullah mentioned, that the people of knowledge, they say, it must be a marriage based upon wanting to get married to her, and that they want to get married to each other, wanting to remain with each other. Otherwise, if their intent was not that they wanted to get married, or that they don't want to remain together, meaning her, the woman, with her new husband, that they do not want to remain together, then this is impermissible. And the people of knowledge, they say, and they call this as borrowed male goat. This is what they call it. And it is something that is impermissible, because it is merely a trick that one is playing in regards to the religion. That one is playing around in regards to the religion. And no one does that except one who has weak iman. And it is something that is impermissible, and it is a major sin. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he cursed one who does so. He cursed both the one who is in agreement and the one who does it. Whereas if she got married with the condition, so she got married to someone else other than her husband who divorced her three times, and she got married, as our Shaykh Abdullah mentioned, with the intent of wanting to get married and remain with her husband, with this new husband that she's marrying, and then he divorces her after having had a relationship with her. This is another condition that the Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned, as in the story, the hadith of the story of the wife of Rifa'a. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, no, it is not permissible, meaning for her to return back to her previous husband, unless she and her new husband, they have an actual relationship. At that point, if they get married, wanting to remain together, and they have a relationship, and then after that he decides to divorce her, then it is permissible for her afterwards to get married back to her previous husband with a new marriage contract. This is a new marriage. Now, Sheikh. قال نعم حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وهنا إذا كان هناك تواطؤ, إن كان هناك تواطؤ بين هذه المرأة وبين الزوج الأول, فإنهما جميعا ملعونين. ولكن لو أن المرأة هي التي احتالت لترجع إلى الأول, والأول لا يدري بحيلتها, فإنه لا يدخل في اللعن. And so the hadith mentions that both the one who does this action, meaning this the husband who marries her, as well as the woman, the wife herself, as well as her first husband, they all are cursed. This is with the condition that her first husband knew about her intent, that she was only getting married for her to be able to return back to him. Whereas if he did not know, then he does not befall under this curse from Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أيضا أنبه أن الطلقات, هذه الطلقات تحسب سواء
طلقها قبل أن يبت طلاقها، مثلا رجل طلق امرأة مرتين ثم تركها حتى خرجت من عدتها، وإذا خرجت من عدتها وأراد أن يتزوجها فلا بد من زواج آخر، يكون زواج آخر لأن الزواج الأول انتهى بخروجها من عدتها 3 قروء. فإذا تزوجها فليس له إلا طلقة واحدة، لأن الطلاق يحسب. ولو تزوجت آخر ثم رجعت لهذا فإن له طلقة واحدة منها، بقي له طلقة. ليس أن الزواج يبدأ طلاقا جديدا، وهذا أمر مهم، أن الطلاق الذي يرجع من أوله هو إن كان يعني الطلاق الثالث الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقلنا النكاح المقصود به أنه الوطأ. فإذا عادت إليه فإنه يكون له 3 طلقات يعني أخرى، ولكن من طلق امرأة فإن الطلاق محسوب عليه، ولو طلقها واحدة ثم تركها ثم تزوجها آخر ثم عادت إلى الأول بقيت له 2 طلقات وهكذا. نعم. الشيخ عبد الله he mentioned in regards to the divorce twice. If a person divorces his wife twice and then she waits until her waiting period ends and then he comes back and wants to marry her again, he's allowed to get married to her again because those are that he divorced her twice. However, ولكن الزواج زواج جديد بمهر وشهود و يعني كان يتزوج امرأة جديدة. However, first of all, it must be a complete and a full new marriage contract. It is a new marriage contract. He does not return her immediately. Rather, it must be a new marriage contract with all of its conditions. But the count of number of divorces that he's allowed at this point does not start back from zero. But rather, he is still considered to having divorced her twice. So he's still allowed to divorce her once, and if he divorces her once, then they must separate. He cannot return her unless she gets married with what was mentioned before. She gets married to someone else with a full marriage, with a complete relationship, and so on and so forth, with the conditions that were mentioned before. Now, Sheikh Abdullah mentioned another point. Someone divorces his wife twice, and she gets married to someone else, and then she gets divorced, and she marries back her first husband. His count does not reset either. He's still allowed one divorce at that point. And then if he divorces her a third time and she gets married and gets divorced, and then he marries her again, then he gets the count is reset. At that point, he's allowed to divorce her 3 times. ثم أيضا هذا المحلل وانتبهوا، كلمة محلل ليس معنى ذلك أن يصير حلال، لكنه الصورة عند الناس أنه يصبح حلالا، لكن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يصبح حلالا. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، يعني حرام مهر، مع أنه ليس مهرا وإنما هي أجرة، لكن هذا الذي الناس يطلقونه، ولكن ليس هو مهرا. فإذا هذا لا يكون به حلالا. والعلماء يقولون ولو وطأها وهو يعني عنده يعني اتفاق على أن يكون هذا الوطأ لإرجاعها لزوجها الأول، فهذا يدخل في اللعنة، سواء عقد عليها فقط فهذا لا يرجعها أصلا، ولكن ولو وطأها، لو علم أنها لا تعود إلا بالوطأ فوطأها فإنه لا تعود أيضا. لماذا؟ لأن هذا أيضا يعني ملعون فاعله عياذا بالله. وكل ما كان حراما من العقود فإنها عقود فاسدة، لأن التحريم يقتضي أو النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد. وهذا مثله وشبيه قريب منه
الشغار، لأن التحليل هناك تحليل شرعي. ما هو التحليل الشرعي؟ أن المرأة تعود لزوجها الأول، أنها تتزوج رغبة، وأنه يقصد بذلك الديمومة، ولكنها طلقت، تزوجت رجل وبقيت معه ثم طلقت فعادت إلى الأول، أرادت أن تعود إلى الأول لا بأس، ليس هناك تواطؤ، ليس هناك اتفاق، عادت إلى الأول. هذا تحليل يسمى إيش؟ تحليل شرعي. ولكن التحليل المحرم الذي يسمونه يعني تحليلا وهو في الحقيقة حرام، ما ذكرناه بأنهم يكونوا متفقان على هذا الوطأ أو العقد أو غير ذلك لتعود إلى الأول، فهذا محرم. قريب منه الشغار. الشغار، والشغار هو أن يتزوج اثنان، يتزوج اثنان باثنتين، ولكن هناك شرط: زوجني لأزوجك، سواء كان بمهر أو بغير مهر. إن كان بغير مهر فالحرمة أشد، لأنه يكون المهر هو البضع، دخولك على بنتي، أنا أدخل على بنتك، فهذا إذن الدخول هو المهر، هذا محرم، وهذا لا شك باطل باتفاق. الصورة الثانية يقول: زوجتك لتزوجني، بشرط أن تزوجني، وإن كان هناك مهر فهذا محرم أيضا. لماذا؟ لأنه شرط على أن يزوجه، فلعل هذه لا تريد أن تتزوج هذا. نعم، هذه تريد أن تتزوج هذا، ولكن هذه لا تريد أن تتزوج هذا، فلماذا يكون هناك شرط؟ فإذا هذا محرم، كلاهما باطلان. لأن بعض الناس يظن أن الشغار المحرم هو ما لم يكن فيه مهر. لا، نقول ولو كان فيه مهر ولكن بشرط، يقول لو زوجتك ولكن بشرط، يعني أنا أزوجك أختي لكن بشرط أن تزوجني أختك، هذا محرم. ولكن يجوز للإنسان، هذا يتزوج أخت هذا وهذا يتزوج أخت هذا، يجوز هذا، لكن بدون شرط، يعني يكون بأنها رغبة، هي ترغب وهي تسأل تريدين، تقول نعم، وبدون، ولا يجوز إسقاط المهر بأي حال من الأحوال، لأن المهر حق ولا يجوز إسقاطه. نعم، فلا يجوز يعني إسقاطه بحجة أن هذا يتزوج هذا وهذا يتزوج هذا، لأن المهر حق للمرأة. فإذا هناك شغار مباح. ما هو الشغار المباح؟ أن يتزوج هذا هذه وهذا هذه بدون شرط، هذا يريد أن يتزوج هذه أخت هذا وهذا يريد أن يتزوج أخت هذا، ما في بأس، ولكن بشرط أن يكون المهر موجود، وأن يكون يعني المهر يعني نص عليه في العقد، وأن يكون برغبة كل منهم، ولا يكون هناك شرط، لأن هذا لا شك فيه ظلم للنساء، أن تتزوج الرجل الذي هي لا تريده. وتعلمون أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من لا أريد ولا رغبة لي فيه. فقال رسول الله: أمرك في يدك، إن شئت يعني تركت يعني تتركين، وإن شئت بقيت على ذلك. فالعلماء يعني يخيرون البنت التي تتزوج بغير رغبتها وبدون إذنها، أن لها الخيار في ذلك، فيجوز لها أن تفسخ وتذهب إلى القاضي ويفسخ الزواج، لأنها زوجت يعني كارهة، زوجت كارهة، وهذا لا يجوز. ولذلك يجب الاستئذان، استئذان البكر واستئمار الثيب، فالثيب لا بد أن تقول نعم أو لا، وأما البكر فإن إذنها صماتها، ولو تكلمت لا بأس، لو قالت نعم أو لا هذا لا بأس، ولكن يعني مراعاة لحيائها، فإن الشارع الحكيم جعل إذنها صماتها لأنها تستحي. No. So the person who does this, meaning to get married to someone's divorced wife in order for her to be able to return to him, the legislative term for it is al-muhallil, one who makes something permissible. However, we should understand that it does not really make it permissible, meaning that it is something that is allowed and permissible, but rather it is in the eyes of the people that he is making it as if it's something that is permissible. And there is correct and valid way of making it permissible, and there is an incorrect and invalid way to make it permissible.
The correct and valid way is for the person to get married to the wife or to the woman who was divorced three times by her husband, wanting to get married to her, wanting to remain with her, and has a relationship with her, and then he, for whatever reason, he decides to divorce her, then she is allowed, and this is a valid and a correct way for her to return back to her husband, to her previous husband. Whereas the impermissible way, meaning with an agreement or whatever it is that they agree upon that she's going to get married to him and then he is going to divorce her so that she would return back to her husband. This is, while it's called, the legislative term for it is that he is making something permissible, but as was mentioned, it does not really make it permissible. It's only permissible in the eyes of the people. This is as far as the people think that it is permissible, but it, in reality, it is not. And anything that has a prohibition, any contract that is prohibited is considered invalid. It is invalid, meaning that this is an invalid marriage and it does not make it permissible. And وهذا يعني يذكرني بأن حكم القاضي, لماذا العلماء يقولون حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. حكم القاضي لا يحلل حراما, يعني مثلا القاضي حكم في هذه القضية بأن المال لك وأنت تعلم يقينا أن المال ليس لك, فهل يكون هذا المال بما أن القاضي حكم أنه لك يصبح حلالا؟ لا, علماء قالوا حكم القاضي لا يحلل حلال, لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. لماذا؟ لأنه يقضي بنحو ما يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر وإنما أقضي بنحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. إذن القاضي, لأن بعض الناس يقول لك والله القاضي هو الذي أعطاني. المرأة تقول القاضي الذي أعطاني, تأخذ مال الرجل ولا تأخذ أشياء تقول القاضي إيش دخلنا القاضي, لكن هي تعلم أن هذا حرام وتعلم أن هذا لا يجوز وهو يعلم أن هذا الفعل لا يجوز. مثلا يخبئ على القاضي, يقول للقاضي أنا ما عندي أن أعطي أولادي أو أصرف على أولادي وأنا كذا وكذا, فإذا بالقاضي يحكم شيء ضئيل ما يناسب الأبناء ولا يكفي للأبناء فيفرح أنه لا يعطيهم ويبقون هكذا بدون عطاء وهو عنده أموال, ثم يقول ولكن القاضي هو الذي, هذا القاضي ما ينفعك يوم القيامة. لذلك قال العلماء, تذكرون مر معنا كلمة تذكرونها, كلمة جميلة جدا, أن القضاء هذا متعلق بالدنيا ولكن القضية ما تقفل, القضية ما تقفل إلى يوم القيامة. إذا كان هناك ظلم, مر معنا كلام مهم نقلته, يعني تذكر هذا هو. قال اعلم يا ابن آدم, لأن هذا صعب أن ترجمته, قال قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام رحمه الله, اعلم يا ابن آدم إن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا, وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود, والقاضي بشر يخطئ ويصيب, واعلم أن من قضي له بباطل إن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. أن هناك حسنات وسيئات, ما في دينار ولا درهم, فلا شك أنه أفضل, ولعل هذا يفرح يوم القيامة يقول الحمد لله ما رجع لحقي في الدنيا, لأنه لو رجع لحقه في الدنيا ما كان حصل شيء في الآخرة. نعم, هذه كلمة مهمة حتى الإنسان ينتبه, ظلمات يوم القيامة, ظلمات في الدنيا لكن يوم القيامة يظهر يظهر يعني ظلم الظالم واضحا, لأنه يؤخذ منه الحق بالحسنات وأيضا يأتي العدل للمظلوم وينتصر المظلوم, لأن هناك يظهر هذا الأمر واضح جلي لجميع الناس. الشيخ عبد الله mentioned similar to this is the ruling of a judge that it does not make something that is impermissible permissible, nor does it make something that is permissible impermissible. Such as the just like the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned
And he said that indeed I am a human and I judge based upon what I hear. And perhaps one of you would have better speech and would be more eloquent in his speech in defending his what he sees or what he says is his or claims to be his right. And I give him, I judge for him. And so when I judge for someone that is for with something that is not his, then it is a piece of the hellfire. Let him take it or leave it. And this is, our Shaykh Abdullah, he mentioned that this is something many people, for example, they say the judge ruled this. Such as, for example, someone who has, he has a custody case or a child support case, and he hides away his income or his wealth, what he has, and he claims to be not as wealthy as he really is. And then the judge will rule based upon what he hears that he has, and will give the children in child support something different than what in reality they should receive and what they should be given. And he becomes happy. He says, this is what the judge said. That doesn't matter. That doesn't matter. The judge ruled based upon what you mentioned and based upon what he saw. And in reality, this is something that is impermissible. Shaykh Abdullah quoted, and he mentioned a quote from one of the Salaf, Qatada, and that basically it summarizes this point, and it mentions that one, those whom a judge gives ruling over another unjustly without knowing, then they will return to return to Allah subhanahu wa ta'ala, and it will be judged between them. And then there is no wealth on the day of judgment, and rather it is good deeds and bad deeds. And perhaps one who would be misjudged in this life would become happy that he was misjudged, because he will receive from the good deeds of one who was against him in court, and he becomes happy with it. And Shaykh Abdullah mentioned something that is similar to the matter of Al-Muhallil that was mentioned before, which is the marriage of Shighar. The marriage of Shighar, it means basically that one, and there is a permissible and an impermissible way of it. The impermissible way is for two people to agree that he will give him his sister, for example, his sister in marriage, and in return, the other person will give him his sister in marriage. And this is the condition for it. Regardless of whether or not there was a dowry, this is something that is, if there is no dowry, then it is worse. But even if there is a dowry, as long as it is a condition of the marriage, that it is a condition that he gives him and his sister in marriage, with the condition that the other person gives him his sister in marriage, this is impermissible. This is shighar that is impermissible. And the way that is permissible is if there was no such agreement, meaning that one gives his sister in marriage to another person, and the other person, and they all are in agreement. The other person, meaning the women who are getting married, they are in agreement. The other person, he also says that he will give him his sister in marriage, and they all are in agreement, and there is no condition. It is not a condition for the marriage to happen that he gives him his sister back or gives him his sister in marriage as a condition for the first marriage to happen or the second one to happen. If this is not the case, then it is permissible. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that a woman complained to the Messenger sallallahu alaihi wasallam that her father gave her in marriage without her approval, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he gave her the choice. She was in choice. She has the choice. She can continue with this marriage, or she can ask for this marriage to become invalid and to be invalidated. ثم قال رحمه الله تعالى ولكن فاعل هذه القادورة يعني هذا الفعل المحرم مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغ النهي لو أن شخصا فعل ذلك وهو لم يبلغ النهي فهل يكون هذا يعني الفعل يعني عليه عقوبة من الله عز وجل قال فلعل الله يعذره ويسامحه ولكن العلماء يقولون هذا بالنسبة إلى فعله هو إن كان يعني بالنسبة إلى عقوبته والإثم ولكن هل يكون العقد صحيح لأن إذا كان يجهل هذا الأمر فهل الجهل بالشيء يرفع الإثم ويرفع أيضا الحكم تعرفون أن الكلام في هذا
يعني العلماء يقولون إن كان يجهل الحكم أصلا فإنه يرفع الإثم ويرفع أيضا يعني ما يتعلق به. أما إن كان يعلم أنه محرم ولا يجوز ولكن لا يدري بأن العقد باطل فإنه يبطل العقد. وهنا فرق العلماء بين من يعلم التأثيم أو يعلم التحريم ولا يعلم العقوبة، فإن كان يجهل الشيء من أصله فإنه لا يقع العقوبة ولا يقع أيضا ما يترتب عليها، يعني من لأن الجهل يرفع الحكمين العقوبة وكذلك ما يترتب عليه. مثل شخص يجهل أن الخمر حرام، يعني شخص أسلم ثم شرب الخمر ثم قيل له الخمر حرام، قال أنا ما أعرف، أنا أسلمت قبل شهر ما أحد كلمني أن الخمر حرام. هل مثل هذا لأنه يجهل الحكم فيرتفع الحكم ويرتفع الإثم لأنه يجهل الحكم أصلا؟ لكن لو قال أنا أعلم أنه حرام ولكن لا أعلم أن فيه جلد فنقول هذا يجلد. لماذا؟ لأن معرفته بالحرمة هذه تكفي، عدم معرفة العقوبة هذا لا يؤثر في وقوع العقوبة. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول هلكت وأهلكت، قال ماذا؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. لما قال له أتجد كذا أتجد لماذا؟ قالوا لماذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل أنت تجهل؟ لأنه قال هلكت، فهذا يدل على أنه يعلم، يدل على أنه يعلم. فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماذا؟ أوقع عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه يعلم الحكم، لأن هناك حكم وهناك كفارة، هناك حكم وهناك عقوبة. فالذي لا يعرف الحكم ترتفع العقوبة والإثم، والذي يعرف الحكم ولكن لا يعرف العقوبة أو الكفارة فإنها تقع العقوبة وتقع الكفارة. وهذه مسألة مهمة في معرفة يعني معرفة هذه الأمور. وقس على ذلك، يعني لو أن سارقا يعني سرق فقال قيل له لماذا سرقت؟ قال أعلم أن السرقة حرام ولكن ما كنت أعلم أن السارق تقطع يده، هذا لا يؤثر في القطع. يعلم أنه حرام تقطع يده، فلا يعني لا يلزم أن يعرف العقوبة أيضا، يكفي أنه انتهك محرما فهو يعلم أنه حرام، يكفي هذا لوقوع العقوبة عليه والكفارة. يعني مثلا يأتيك شخص يقول لك أنه يعني وقع على امرأته في نهار رمضان، تقول له هذه عقوبتها أو كفارتها أن تصوم شهرين متتابعين، يقول والله ما كنت أدري، لو كنت أدري ما وقعته. نقول له دريت أو لم تدري، هذه اللي يجب عليك أن تفعل، لأن الآن أنت تعلم أنه لا يجوز. لكن مسلم جديد، نرجع إلى المسلم الجديد، أسلم في شعبان ثم في رمضان يوم الأول الثاني الثالث جاي لنا وقال يعني سمع أنه قالوا ما يجوز الوقوع على الإنسان ما يأتي أهله في نهار رمضان، قال أنا من بداية رمضان ما ظنيت أن هذا يجوز، لا يجوز. نقول له أنت معذور بالجهل، أنت معذور بالجهل لأنك لا تعلم الحكم أصلا. ففرقوا بين من لا يعلم الحكم وبين من لا يعرف الكفارة أو العقوبة. نعم. So the author rahimahullah mentioned that one who does not know is perhaps he is excused. Our Shaykh Abdullah, he mentioned details regarding this matter. And it is, there's one must distinguish between ignorance of the ruling and ignorance of the punishment or the expiation for a sin. An example of that, someone drinks alcohol, drinks an intoxicant. And of course there's a punishment, a legal punishment by the Muslim ruler, he applies a legal punishment against him. Now this person, he says that he didn't know. Now the question is, what did he not know? Did he not know that intoxicants are impermissible, such as he was a new Muslim, someone who just accepted Islam a month or 2 months ago or whatever it is, and he did not know that it is impermissible to drink intoxicants? Then he is excused, meaning he is not considered to be a sinner because of his ignorance. Is not considered to have sinned, nor is he punished for it.
Whereas someone says that he knew that it is impermissible but didn't know that there is such a punishment for it, then the punishment applies to him. Because his ignorance of the punishment is not an excuse for him not to be punished. Similarly, someone, he had a relationship with his wife during Ramadan, during the day of in Ramadan. And he comes and he says that he didn't know about this expiation and that he didn't know about it. That doesn't matter. He has to do the expiation for it. He has to expiate for this sin. Whereas someone, again, recently accepted Islam, entered into Islam in Sha'ban, Ramadan came, and then he comes and he asks that few days ago he just heard or he just recently heard that he's not allowed to have a relationship with his wife, and he has done so from the beginning of Ramadan. This person is excused, meaning he's not considered a sinner because he didn't know, nor does he have to make the expiation for it because he didn't know that it is impermissible in the first place. ثم قال رحمه الله تعالى وهذه مسألة يا أخوة مسألة العذر بالجهل مسألة العذر بالجهل وهذه المسألة يعني مر معنا تذكرون مر معنا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في العذر بالجهل في صفحة 47 هنا عندي له كلام جميل لما قال رحمه الله تكلم عن الكبائر في بداية أول يعني لما تكلم عن السحر قال فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقادها فهو سعيد وذلك نادر فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى العافية تكلم كلام يعني أن بعضهم لا يعرف هذه الأمور ولم يعني يعلم وينبغي الإنسان أن يعلم الناس والجاهل معذور بجهله إن كان جهله ليس بسبب هو أنه هو لا يريد أن يسأل أهل العلم ولكن جهل من الناس رأى الناس هكذا يفعلون ففعل وهو لا يدري فمثل هذا يعذر ولذلك الله عز وجل يوم القيامة أهل الفترة قيل هم الذين يعني وصلهم قيل أنهم وصلهم الإسلام ولكنهم لم يفهموه فهما صحيحا أو أنه وصلهم الإسلام وهم يعني فيهم عاهة إما أن يكون يعني مجنونا يعني مرفوع عنه القلم إلى غير ذلك فهؤلاء يعتبرون من أهل الفترة ويمتحنون يوم القيامة انظروا الله عز وجل يعذرهم فيختبرون يوم القيامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولكن أيضا يعني إلا بلسان قومه ليبين لهم نعم بلسان قومه ليبين قال العلماء إذن لابد من البيان لابد من رفع الجهل ولا ينبغي أن نسارع إلى تكفير الناس وإلى يعني إلى مثل هذه الأمور إنما ينبغي أن نسارع إلى تعليم الناس بعض الناس له يعني يسارع إلى يعني تضليلهم وتكفيرهم نعم أفعالهم أفعال ضلال إذا كانوا يفعلون الأمر المحرم ولكن إنزال الأحكام الشرعية على الجاهل الذي الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل لرفع الجهل عن الناس الله عز وجل بعث ولا أحد أعذر أو أحب إليه العذر من الله كما جاء في الحديث يعني أو جاء في الحديث الحسن وجاء من أهل العلم الله عز وجل يحب أن يعذر ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب نعم فإذا هنا هذا كلام مهم جدا أنه قال لعله أن يعذره ويسامحه لأن الأصل أن العذر بالجهل أمر قائم وصحيح وتعرفون الرجل الذي قال إن أنا مت فأحرقوني يقول لأولادي الله عز وجل عذره الله بجهله بل لما قال الله عز وجل كن عبدي فكان أمامه قال ما حملك على ذلك قال مخافتك يا رب قال غفرت لك عذره الله عز وجل بجهله لأنه ظن أن الله لا يقدر عليه وأنه لن يستطيع أن يجمعه فجهل هذا الأمر عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخبريني أو ليخبرني الله من فوق سبع سماوات
قالت أو يعلم الله ما في قلوبنا؟ ما كانت تعرف هذا الشيء. فوخز النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعلم السر وأخفى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا، الإنسان الذي يعتقد أن الله ما يعلم ما في قلبه هذا كفر. ولذلك قال العلماء هناك موانع للتكفير ومنها الجهل، فالإنسان يجهل، وكذلك الخطأ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرق. هذا هل كفره الله عز وجل وجعله كافر لمجرد أنه أخطأ؟ إذن هذه يا إخوة موانع التكفير، تذكروا الأربعة نذكرها دائما. من يذكرها موانع التكفير؟ قلنا الجهل والخطأ والإكراه أيضا، عمار بن ياسر قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والأمر الثالث الرابع العجز، ما يستطيع أن يفعل. النجاشي ما علم أحد أنه أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم، فصلوا عليه صلاة الغائب، وكان عاجزا عن إقامة الدين. فاعتبر العلماء أن موانع التكفير أربعة، وهي هذه، وكل لها أدلة شرعية واضحة. نعم، والتكفير أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن التكفير، هذا الذي ينبغي أن يقوم بين عينيك ودائما تنتبه له. نعم، أما أصحاب الجماعات وغيرهم والذين يكفرون المسلمين بمجرد خطأ أو كلمة، أو يقول لك انظر يعني هذا الحاكم، مجرد أن يرى الحاكم يفعل شيء يقول لك كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر إذا عادوا إلى إيذائك عد إلى سبي. أيش رأيك؟ إذا عادوا إلى إيذائك عد إلى سبي، سبني. وسب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمار بن ياسر، قال يا رسول الله والله ما تركوني حتى سببتك. قال أتجد ذلك في قلبك؟ لا والله يا رسول الله. قال إن عادوا فعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقره على هذا الأمر. والآن بعض الناس من مجرد حركة من شخص أو مجرد فعل يطلق عليه التكفير. طيب أنت انظر، لعل هذا مخمور، لعل هذا الشخص الذي فعل هذا كان مخمور مثلا، عقله ما هو معه، ومباشرة أنت تنزل عليه التكفير. نعم الفعل كفر، ولكن الفاعل لا يكفر بمجرد الفعل. لذلك قال العلماء ليس كل من فعل الكفر، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ودائما الشيخ الألباني رحمه الله يكرر هذا الكلام، ليس كل من وقع بالبدعة وقعت البدعة عليه. قد يقع خطأ ولا يكون هو معتقدا لها، فيقال هذه بدعة، لكن ما يقال له مبتدع، يقال هذا كفر. شخص رأيته وطأ المصحف، أليس وطأ المصحف كفر؟ وضع رجله على المصحف، هذا كفر ولا لا؟ قلت له يا أخي، قال والله ما رأيت المصحف، والله ما شفت المصحف، ماشي كذا ما رأيت المصحف. خطأ مباشرة. إذن لابد أن نفرق بين الفعل والفاعل. الذي لا يفرق بين الفعل والفاعل يا أخوة هذا منهج أهل التكفير، هذا منهج خطير. الذي قال والله لا يغفر الله لك فغفر الله له وأحبط عمل هذا. التكفير من أعظم وأجرم الأمور تخرجه من دائرة الإسلام. من دخل في الإسلام يقينا ما يخرج بالشك، انتبهوا، الإنسان يدخل الإسلام باليقين، كيف يخرج بالشك؟ الشك اليقين لا يزال بالشك، قاعدة فقهية من أعظم القواعد الإسلامية. اليقين لا يزال بالشك. أنت متوضئ تجي تشك أنك غير على غير وضوء؟ لا أنت متوضئ، انتهى الأمر. اليقين لا يزال بالشك، مجرد كلمة، مجرد كذا. طيب انظر، لعله ما فهم هذه الكلمة، لعله قالها من شدة غضبه. إذا كان لا طلاق في إغلاق، لأنه أصبح مثل المعتوه، أصبح مثل المعتوه، مثل المجنون، وأنت تحاسبه بشيء هو خارج عن طوره. إذن لابد يا إخوة، ليس هذا تهوين من هذه الذنوب، وإنما هي تعظيم لأمر الله عز وجل. إخراج المسلمين من الإسلام، من دائرة الإسلام، أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الحديث الآخر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. جريمة عظيمة. انظر اليوم كفرون بالجملة، كفر لك الحكام بالجملة، يكفر الناس بالجملة،
ليش يقول لك الحاكم الفلاني فعل كذا؟ هذا كافر عياذا بالله. والله ان هذه من 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 الامور العظيمه جدا لو كان يعلم. نعم. الشيخ عبد الله, from this discussion he went into the discussion regarding giving excuse because of ignorance, and our Shaykh Abdullah mentioned that we already read a statement by the author rahmahullah in previous chapters regarding black magic, and he mentioned that many people are ignorant, meaning that they fall into some of these acts of disbelief, however they don't know, they are ignorant. And so many people, they fall into acts of disbelief, but then in reality it is not something that they know, they have no knowledge, rather they saw the people doing something and they just did the same. Or for example, that they don't know about Islam, or that Islam came to them and they were not able to understand it properly, such as a person who was mentally ill, who was a madman, and he is tested and tried on the Day of Judgment, because Allah subhanahu wa ta'ala does not punish the people until he tries them, until Allah subhanahu wa ta'ala tries them and gives them, Allah subhanahu wa ta'ala tries them, and based upon that, if they choose the disbelief. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of the ayah, and we have not sent a messenger except in the tongue of his people to clarify to them. And likewise Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of the ayah, and we were انتبهوا ليبين, لأن قال العلماء إذا ما قام البيان ما تقام الحجة, ما تقام الحجة إلا إذا فهم البيان. ما تقول أنا والله قرأت عليه القرآن, ما منا من أحد إلا ختم القرآن, فهم القرآن كاملا. لذلك ما يقال من قرأ القرآن أقيمت عليه الحجة. هناك من يقرأ القرآن ما يفهم القرآن, حافظ القرآن ما يفهم القرآن, ليس كل من قرأ القرآن أقيمت عليه الحجة. إذا لابد من فهم القرآن لتقام الحجة, ليبين لهم. Pay attention that Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of this ayah that to clarify to them. Allah subhanahu wa ta'ala sends the messengers with the tongue of their people so that he clarifies to them, meaning that he brings the clarity to them. And this is something that is important, that one, before establishing rule of disbelief upon an individual, before rushing into that, one must know, did he receive the proof? Does he understand the proof? And it is not sufficient. For example, some people, they say, I recited the verses to him, I mentioned the verses to him. This is not sufficient. Many people, most of us, we recite the Quran. Does that mean we understand everything in the Quran, every word in the Quran? No. There must be clarity. One must come to know and understand the proofs and evidences. الإمام أحمد يناظر. الإمام أحمد يناظر أحمد بن أبي دؤاد أمام المأمون. ويعذر المأمون وهو يناظر ويفهم ويفهم ويناظر, لكنه ما عذر أحمد بن أبي دؤاد, كفر الإمام أحمد, كفر أحمد بن أبي دؤاد, لكنه ما كفر المأمون وهو يناظر أمامه جلسات. فليس مجرد أن يسمع, كان يعذره, يقول أعذره بالجهل لأنه يجهل هذا. ليس مجرد وصول الحجة, لأن بعض الناس يقول لك وصول الحجة يكفي. لا, فهم الحجة لا بد من أن يفهم, فإذا فهم فهنالك يكون معرض, يكون نعم هناك إعراض عن دين الله. أما ما يفهم ما يقال له معرض. الشيخ عبد الله mentioned another example. الإمام أحمد رحمه الله, الإمام أحمد بن حنبل, he had debates with أحمد بن أبي دؤاد in the presence of المأمون. أحمد بن أبي دؤاد was a scholar of evil and he used to spread statements of disbelief. And Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, he ruled that he's a disbeliever, meaning Ahmad bin Abi Duad. Why? Because he had knowledge. Those debates, many debates, they happened in the presence of al-Ma'mun, who was the ruler at his time. And Imam Ahmad rahimahullah, he never ruled al-Ma'mun to be a disbeliever, although the debates happened in his presence. And al-Ma'mun took the same position as Ahmad ibn Abi Duad. However, Imam Ahmad rahimahullah did not rule him to be a disbeliever. Why? Because he considered him to be ignorant. So merely hearing the proofs and evidences is not sufficient to say that the person is not excused for ignorance.
The person might hear the proofs and evidences, but they might be over his head. They might not be able to understand them. And so, we should not, Shaykh Abdullah said, the Ahlu Sunnah wa Jama'ah, they do not rush into establishing the rule of disbelief upon any individual. This is not the way of Ahlu Sunnah wa Jama'ah. And rather, they give excuses. And there are four preventers of disbelief. One of them is ignorance, such as the statement of the person, as in the hadith, that the person who said to his children, that if he dies, he said to them, if I die, burn my body and spread the ashes. Because if Allah subhanahu wa ta'ala was able to resurrect me, he will punish me. Look at this statement. Isn't this a statement of disbelief? If Allah subhanahu wa ta'ala was able to resurrect me, he is doubting the ability of Allah subhanahu wa ta'ala. However, he is ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala, as in the narration that Allah subhanahu wa ta'ala will say to him in the meaning of the hadith, why did you do that? And he said, out of fear of you, O Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala forgives him for his fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Like, and there are other preventers of disbelief are mistakes. If a person makes a mistake, he says a statement or does an action of disbelief, not intentionally, but rather by out of a mistake. Or one was forced to say a statement of disbelief or an act of disbelief. Or one was not able to show his belief. And he hid away his belief because he's not able to show his belief. All of those are preventers of disbelief. And nowadays, people rush, some of the Hizbis and some of the people of falsehood, they rush into establishing the rule of disbelief upon the Muslims, and especially the Muslim rulers, based upon doubts. They know them to be Muslims with certainty, but then based upon doubts, they hear a statement or see an action, and immediately they remove the Muslim rulers out of the fold of Islam. Ahlu Sunnah wa Jama'ah are far away from that. ثم قال رحمه الله تعالى الكبيرة الثلاثون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية. ثم قال فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير، وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام، وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم من شرب الخمر. نعم. ثم ذكر هذه الكبيرة وهي أكل الميتة. والميتة قسمان، ميتة وهي كل ما حرم الله عز وجل أكله فهو ميتة، ولو ذكي ولو ذبح هذا يعتبر ميتة. كل ما حرم الله أكله فإنه ميتة ولو ذكي ولو ذبح. وكذلك الميتة تطلق على ما أحله الله عز وجل ولكنها ماتت ولم تذكى، ماتت ولم تذكى، ما ذبحت وما أهرق يعني دمها أو أنها ما صيدت صيدا صحيحا، يعني ذهب يصيد فأرسل مثلا كلبه المعلم وما قال بسم الله، هذه ميتة. وكذلك أيضا يعني لو أنه ما خزق وما خرق السهم ولكنه على بالثقل قتلها بالثقل فهذه موقودة، يعني ليس أو مثلا سقطت في الماء ضربها بثقلها أو بثقلها ثم سقطت في الماء فجاء إليها فإذا وجدها في ماء فلا يدري هل هي ماتت من الماء أو يعني لأنه لا يجد فيها دما فهذه ميتة. فإذا هذه محرمة. أما إذا خرج منها الدم، لا سيما إذا كان صيد، فإذا خرج منها الدم بهذا بالطلقة أو بالرمح أو بغير ذلك ولو جاء إليها وهي ميتة فإنها لا تعد ميتة لأنه قد أخرج منها يعني دما. وكذلك أيضا
يعني ما توحش من الأنعام وما كان يعني توحش مثل يعني بقر أو ثور، ما استطاع الناس أن يمسكوه وما استطاع هذا، فإذا بهم يضربونه فضربوه فقتلوه، فإن هذا لا يعد ميتة لأنه أصبح وحشيا، أصبح متوحشا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ند، لما هرب يعني من الأنعام عند النبي صلى الله عليه وسلم، هرب واحدا فأحد الصحابة أخذ سهمه ورماه مع أنه من الأنعام والأنعام تذكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إذا فعل مثل هذا هذا فافعلوا به هكذا. يعني إذا ند وأصبح كالصيد، يعني هذا يصبح كالصيد، لأن بعض الإخوة مثلا يقولون: والله ما الآن قد يكون هناك ثور ما يستطيعون أن يصلون إليه، يعني يكون قوي ويكون كذا، فيضطرون أنهم يصطادونه صيدا بأن يضربونه، فإذا ضربوه يعني في الغالب أنه يضرب، حتى يعني قد يضرب في وجهه في رأسه، فإذا بهم يلحقونه فيذكونه. من لحق صيده، انتبهوا، من لحق صيده وفيه روح ما زال فلم يذكيه فهو ميتة. يعني أنت مثلا اصطدت غزال فأتيت إليها وتراها أن ما زال فيها روح، ما زالت يعني روح مستقرة، ما زالت تنازل، وأنت لا تركتها هكذا، بقيت عندها إلى أن ماتت، هذه ميتة. لا بد أن تأتي إلي فتذكيها، لا بد أن تذكيها إن لحقتها وفيها روح، وإلا أصبحت ميتة. نعم. ويمثلون العلماء أيضا لو أن بقرة مثلا سقطت في بئر فأغلقت فم البئر، فما استطعت أن تصل إلى حلقها ورقبتها لتنحرها أو تذبحها، ما تستطيع، فماذا تفعل؟ قالوا إيش؟ تطعن، تطعن حتى يخرج الدم، فإذا ماتت أصبحت صيدا لأنك ما استطعت أن تصل إليها، والآن هي ستموت لأنها أصبحت يعني ستكون يعني منخنقة، وإذا اختنقت فإنها تكون ميتة، فما تتركها حتى تموت، وإنما تطعن في جنبها، تطعن في جنبها فترى الدم يخرج منها، فلو ماتت فإنها تعتبر صيدا. والعلماء ذكروا يعني مسائل كثيرة متعلقة بالصيد. أيضا أضيف مسألة وهي: من لم يكن كتابيا فذبح مباحا فإنها ميتة. من لم يكن كتابيا، يعني لا يهودي ولا نصراني، مثلا بوذي أو يعني غيره من هؤلاء، ولو ذبح دجاجة، ذبح غنم، ذبح بقرة، هذه ميتة. ولذلك العلماء يقولون لو اصطاد من البحر بوذيا فهل يجوز لك أن تأكل من صيد البحر إذا كان بوذيا الذي اصطاد؟ يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن ميتة البحر أصلا حلال، فهمتم؟ لأن الحل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذا من اصطاد من البحر سواء كان بوذيا أو كان صهريا ولا كان غيره، لا يلزم أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، لأن ميتة البحر أصلا حلال، ميتة البحر أصلا حلال. فالمقصود بالميتة هنا الميتة التي هي ميتة البر، وأما كل ما كان من البحر فإنه حلال ولو كان ميتا، فالبحر ميتته ويعني وصيده كله حلال. نعم، هذا ما يتعلق بالميتة. So the author, rahmahullah, after that, he mentioned the 30th major sin, and he mentioned the dead animal, the animal that dies. Shaykh Abdullah, he mentioned that the dead animal that is impermissible is everything that Allah subhanahu wa ta'ala made impermissible, even if it was slaughtered, meaning an animal that is impermissible to eat. Asad, مثلا. أتيت إلى أسد وهذا لو وصلت إليه، يعني ذبحته مثلا، تقول أنا ذبحته فذكيته،
هل يعتبر هذا حلال؟ لا، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام. ولذلك يقول الدرداء رضي الله عنه: ما من والله ما فارقنا صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وعلمنا منه علما. وهذا هو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم: كل ذا ناب من السباع وكل ذا مخلب من الطير، كل طير فيها لها مخالب فهي حرام، وكل يعني السباع من كان له أنياب فهو حرام. وهذه قاعدة يعني شرعية في يعني في أمور كثيرة. ولذلك يا إخوة الدين ليس فيه تفصيل يعني في كل شيء، ولكن فيه إجمال يدخل فيه كل تفصيل. ما يأتي يجيك واحد يقول لك أثبت لي بأن الدخان حرام، أقول لهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خلاص هذه خبيثة. الآن أنت الآن تستطيع تدخل المسجد وتعطي كل واحد دخان، لكن تستطيع تدخل المسجد وتعطي سواك، تقول سواك تفضل، لأنك تعلم أن هذا خبيث وهذا طيب. الله عز وجل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا الخبيث يدخل فيه كل ما كان مستخبثا وتستخبثه النفوس العقلاء، ليس نفوس المرضى. فالمرضى قد يستخبث العسل لأنه مريض، يقول لك أنا ما أطعم العسل، يقول له لأنك مريض، ليس لأن العسل ما هو حلو. فالأحيان قد يكون إنسان مريض، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، عنده هوى. فعموما إذا يعني الشريعة جاءت بالكليات تدخل فيها جميع الجزئيات، جميع الجزئيات. وهذا لمن يفهم الدين حقيقة، ما يأتي يقول لك هذه المسألة هات لي دليل من القرآن والسنة، نقول نعم هناك أدلة كلية، أدلة إجمالية تدخل فيها جميع جزئيات الدين. لما قيل لابن عباس، قيل له: ما حكم البادق؟ شراب مسكر في اليمن يقال له البادق. ماذا قال له؟ حديث البخاري، قال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، يعني حكم محمد صلى الله عليه وسلم سبق وجود هذا البادق، كل مسكر فهو حرام. هذا ايش سمى؟ هذه قاعدة كلية، كل مسكر حرام. سميته بادق، سميتها شراب روحي، سميتها الذي تريد، كل مسكر فهو حرام. تفضل. أنت ذكرتني بأبي حنيفة لما جاءه رجل فقال، ولو لما قال له إذا ما طلعت الشمس، قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم، قالوا إذا ما غربت الشمس، قال آن لي أبي حنيفة أن يمد رجليه، هذا يدل على جهل. نعم، إذا ما كان مسكر حلال خلاص مثل الماء. تفضل. So anything that is impermissible is anything that is impermissible is considered a dead animal, even if it was slaughtered. Our Shaykh Abdullah mentioned, such as for example, someone's was able to reach a lion and slaughter a lion. Does that make it permissible? No, it does not. Because there is a general ruling, and we find in the religion of Islam, to summarize, our Shaykh Abdullah mentioned, in the religion of Islam, we find general rulings, and then under them, many specific things. So, for example, the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he mentioned types of animals without listing the individual animals that are impermissible. But in general, any canine, any animal that has canines and it attacks animals and humans, then it is impermissible. And likewise, from the birds that have claws, that it is impermissible. Naam. And without mentioning the specific individual types of animals, we find in the religion of Islam general rulings. The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he mentioned that anything that causes intoxication is impermissible. Without mentioning, and even anything that comes after the time of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, then this ruling applies to it. Such as some people asked Ibn Abbas radiallahu anhuma about a drink called al-badiq that used to be made in land of Yemen, and he said that the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, his ruling came before this al-badiq came. Anything that causes intoxication is impermissible. So in general, our Shaykh Abdullah said that anything that is impermissible to eat, even if it was slaughtered, it is considered a dead animal. And similarly, anything
that dies by itself is considered also a dead animal, meaning it was not slaughtered. And here we're talking about land animals, not sea animals. And anything that was slaughtered or hunted, game animal, all of that is permissible. Whether, for example, the person sends a top dog, a hunting dog, and that is permissible. However, if he forgets to mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala before sending his dog, then it becomes impermissible. And likewise, anything that is not proper hunting would be considered a dead animal. إلا إذا كان كما قال العلماء يعني نسيانا لأن الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. إذا كان نسيانا لكن لو اختلط قال العلماء لو اختلط كلبه بكلاب غيره فما يدري أي كلب اصطاد فإنه يكون حراما لأن الحرمة أقوى من الحلم جانب الحرمة أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا فجانب الحرمة أقوى من جانب الحلم فيغلب جانب الحرمة في إذا اختلط كلبه المعلم بكلاب غيره فما علم من الكلاب اصطاده وابن القيم قال وهذا يدلنا على فضل العلم حتى بالكلاب يعني لو كان هناك كلب غير معلم وكلب معلم فالكلب المعلم صيده حلال والكلب غير المعلم صيده حرام يعني فضل الله المتعلمين على غيرهم حتى بالكلاب الشيخ حفظه الله said unless the person does not mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala out of forgetfulness he forgot to mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala then this ummah is excused for things that they forget. And another point is if one sends his trained dog, his hunting dog, and then to go and catch a game animal, and then he finds another dog with it that he doesn't know, that is not his dog, and he doesn't know which one actually caught the animal, then the people of Najd say the side of impermissibility is stronger than the side of permissibility, and therefore he's not allowed to eat from that animal. And this is in regards to the trained dog, the hunting dog. Shaykh Abdullah mentioned that Ibn Qayyim, he said that Allah subhanahu wa ta'ala elevated even a dog by way of knowledge. That when it has knowledge, it knows how to hunt, and it is a proper hunting dog, that Allah subhanahu wa ta'ala gave it a special ruling in comparison to dog that is not trained. And another point is if one hunts game, and it does not, or with something that does not kill it by way of either stabbing it like an arrow or a bullet or something like that causes the blood to come out. But rather, he throws, for example, an arrow and the blunt side of it hits the animal and it dies. This is a dead animal. This is not game. Or the animal falls in the water and it dies in drowning. This is a dead animal. Because he would not know, did he actually kill it or did it die by itself? And if one hunts game and he is able to reach the animal that he hunted before it dies, then he must slaughter it. If he does not, then this is a dead animal. Meaning he throws his arrow or he shoots an animal with a bullet. And it falls, and he's able to get to it, a deer or whatever it is, whatever animal it is, he's able to get to it, and he does not slaughter it, then this is a dead animal. And rather, he must go and slaughter it. Another point is animals that are usually slaughtered, from cattle, such as cattle, they are, or camels, and other than that, they are usually slaughtered. However, some of them, they might be strong. They might be big beasts and they're strong, and the people are unable to catch them. They become like wild animals. And in that case, it is permissible to hunt them. Many people, they are, for example, large cows or bulls. They're not able to catch, to hold them, to be able to slaughter them. They start running away or they might attack or other than that, so they end up shooting them. This is considered a hunt, a game animal. This is considered game. And after it is shot, if the person is able to run and slaughter it, at that point, that is what is proper. If they were not able to and it dies because of the shooting, then they shoot it and it dies, then this is game animal and it is permissible. Something similar happened at the time of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam in a long hadith. Al-Shaykh Abdullah mentioned
Also, if another point that the people of knowledge they mention, a cow falls in a well and it's suffocating, and the person is unable to go down and slaughter it because it's a tight space. So it is at that point that people of knowledge, they say one stabs it, and that is permissible. One stabs it and it dies, and this is considered game. One point is, as was mentioned before, all of those rulings regarding dead animals, this is in regards to land animals, not sea animals or water animals, such as fish and other than them. Those, Allah subhanahu wa ta'ala made even the dead animals from them to be permissible. If a person who is not from the people of the book, if he slaughters a land animal, this land animal is a dead animal. It is not considered slaughtering. It is not permissible to eat. Whereas if someone who's not from the people of the book, he catches a fish, is that fish permissible? It is permissible. Because Allah subhanahu wa ta'ala made the dead animals from the sea permissible for us. نعم ثم قال وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم من شرب الخمر لأن لحم الخنزير يعني تعافو النفوس ولا ترغب فيه فهم يستعظمون هذا الأمر وربما فعل الإنسان ذلك خطأ يعني أكله خطأ وقد مر معنا أن الخطأ معفو عنه وثم قال بعد ذلك وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به وهذا يعني بعموم اللفظ لأن المقصود السحت كل أمر محرم سواء كان من مال أو كان من خمر أو كان من خنزير أو غير ذلك كل ما أنبت اللحم ويعني فالنار أولى به وهذا يدلنا على أنه كبيرة من الكبائر ولا يدخل الجنة ومعناها لا يدخل الجنة أي لا يدخل الجنة ابتداء أنه معرض للعقوبة لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من عاقبه الله عز وجل أو عذبه في النار فإنما آله إلى الجنة لابد لأن من يبقى في النار أبدا الأبد هم الكفار فقوله لا يدخل الجنة أي لا يدخل ابتداء مع من يدخلها دون عذاب ودون عقاب أي أنه لابد أن تمسه النار إذا شاء الله عز وجل عذابه نعم. And so the author rahimahullah mentioned that the people of Islam they consider pork or the pig to be filthier than intoxicants and then alcohol. Shaykh Abdullah said this is something that the people consider to be filthy and people do not come close to it. And if one eats it mistakenly, not knowing, then as was mentioned before, mistakes are overlooked and are forgiven. And the Messenger وسلم, he mentioned in the meaning of the hadith that nobody that grew out of impermissible things will enter the paradise. And the hellfire is more worthy of it. Al-Shaykh Abdullah said this means that it will not enter the paradise to start with. If he is a Muslim, then he is under the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And he deserves the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala wills, He will punish him. And if He wills, He will forgive him. And if Allah subhanahu wa ta'ala punishes him, then he will not remain in the hellfire eternally. Because the ones who remain in the hellfire eternally are the disbelievers and not the Muslims. And rather, the Muslims, even if they were punished by Allah subhanahu wa ta'ala, they will return to the paradise. ثم قال وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد والنرد هو هذه الأمور التي تستخدم للقمار قيل النرد يدخل فيها الشطرنج ويدخل فيها أيضا هذه التي ترمى الأرقام التي يعني تستخدم للقمار وتعلمون أن القمار محرم قال ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد فما الظن بأكله أو بأكل لحمه وشرب دمه أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه وهذا كله يدل على أن لحم الخنزير
والدم عموما دم الخنزير وغيره، كل الدماء محرمة أيضا وهي نجسة، ولا يجوز إنسان أن يتعرض. لذلك بيع الدم محرم، لا يجوز بيع الدم، مثلا يروح يتبرع ثم يأخذ مال على تبرعه، هذا ما يجوز. حرم العلماء وذكروا هذه فتوى هي كبار العلماء وغيرهم أن بيع الدم محرم، أن بيع الدم محرم، وإنما الإنسان يتبرع بالدم لا بأس بذلك. أما أن يبيعه، أنا نسمع أن بعضهم يبيع هذا، فإنه، لكن لو أنه ما استطاع أن يأخذه إلا بالشراء فإنه يأخذه بالشراء إذا ما استطاع يعني. وهذا يكون الحرمة على من باعه لا من اشترى، لأن الذي اشتراه يحتاج إليه. نعم، ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل محرم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sheikh Abdullah mentioned that the author of Allah, he said, whom, the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم, that means whomsoever plays with a dice, then it is as if he has, as if he put the blood of swine and its flesh on his hand. And there is no doubt that a Muslim putting his hand in the flesh of the swine and its blood is worse than playing with dice. Dice is the known. It was dice that the people play with. Sheikh Abdullah said that the people of Najd, they say similarly, the chess and other than that, playing cards and all of those, if they are used for gambling, this is all impermissible, and gambling is a major sin. And the blood of the pig or the swine is impermissible. And likewise, all blood is impermissible. One is not allowed to touch the blood or to likewise buy it. It is impermissible to buy blood or to sell blood. There's a fatwa verdict by the permanent committee that it is impermissible for one to sell his own blood, as some people do. That is impermissible. And rather, if there's a need, that one can donate blood, but not sell blood. But if one is in need of blood and was not able to receive donated blood, and the only way for him to receive blood was to buy it, then he's allowed to buy it, not because he wants to. The impermissibility becomes upon the one who sells it. But he is in need of it, and therefore, and he is not able to find it as a donation, and rather, at that point, he's allowed to buy it. Our Shaykh Abdullah said, we conclude with this. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our Shaykh. Jazakum Allah khairan. Shaykhan wa baraka feekum wa nafa'a bikum wa alhamakum wa salam. الله أكبر.